السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة خسكوبنا، في قناتها صحتي في جمالي وجمالي في صحتي. مرحبا بنا جداد، مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالجميع. كنرحب جميع الاخوات والاخوة اللي ينضموا للقناة ديالي، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيع ديالكم، على الكومنتاري الزوين ديالكم. واخيرا البنات والاخوات والاخوان اللي ديجا كيتفرجوا فيا كيتبعيني كيتفرجوا فيا متبعيني في الانستغرام، اللي هو نخلي لكم هنا ولهنا بدراوي تيدي بالويت جمالي في صحتي. بدراوي تيدي بالويت جمالي في صحتي، جمالي في صحتي. المعنى ديال جمالي في صحتي صراحه شي حاجه زوينه. الجمال ديالنا كيكون في الصحه ديالنا، ملي كنكون لا فورم ديالنا هي هذيك مقاده وعندنا واحد المهم واحد الرسم زوين في لوكور ديالنا، دونك كنكونوا مرتاحين. كما قلت لكم الاخوات والاخوان اللي ديجا متبعيني في الانستغرام في الستوري، بان حتى في اليوتيوب قلتها صراحه، سمحوا لي حتى في اليوتيوب قلتها الصاد حلا الشرج حتى نلقاها وفريمون فاس الموت فيه الصاد الموت الموت الموت. كما قلت لكم البنات والاخوات بان المفاجات كاينه وعديده وجايه ان شاء الله. اول حاجه اللي هي نبدا الدعم ديال القنوات الصغرى، ولو حتى انا كنحسب راسي باقا من القناه الصغرى، لان من القناه الصغرى من القنوات الصغرى، لان تبارك الله 185000 ماشي حاجه كثيره، مي الحمد لله ماشي مشكل. نبدا بالدعم ديال القنوات الصغرى ان شاء الله يا ربي. ما كنبغيش نقول صغرى، القنوات المبتدئه، القنوات المبتدئه بهذا لو تيم هذا. وجبت لكم واحد اليوتيوبرز الصعيده الصغيره اللي فريمون عندها ما تقول تبارك الله، لا بالكلمات لا بالقصص رائعه، كتب رائعه ان شاء الله يا ربي. غنخلي لكم تعرفوا عليها هنايا ولا هنايا، وتشارك معكم تاي القناه ديالها ان شاء الله. وكنتمنى تدخلوا عندها كاملين هاد اليوتيوبر الصعيده اللي هي ايا شاهيب. فريمون عندها شي حوايج زوينين زوينين زوين استفدوا منها بزاف، ولو حنا كبارين غنستافدوا منها، هي صغيره غنستافدوا منها، لان تبارك الله عندها ما تقول، وتبارك الله عندها واحد الباكاج في الدماغ ديالها. بغيت نقول لكم كنطلب منكم دخلوا عندها القناه ديالها وديروا لها ابوني ودقوا لها الجرس وتخليوا لها كومونتاريس باش تعطيو واحد التشجيعات وتبارك الله المزيد، ويستافدوا منها وليداتكم وانتوما وحفيداتكم ان شاء الله. علاش لا؟ دونك نخليكم معاها تقول لكم واحد نبدا عليها وتعرف براسها ان شاء الله يا ربي. وقولوا لها جينا من عند لبنى البدراوي وخليو لها كومونتاريس. السلام عليكم أعزائي. أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكر أختي وحبيبتي لبنى على هذه الفرصة التي أتاحتها لي لتقديم قناتي لكم. لن أطيل عليكم الحديث، أنا أنشأت هذه القناة لمشاركتكم نقاشاتي عن مواضيع اجتماعية ستفيدكم في حياتكم، بالإضافة إلى بعض الروايات والكتب التي أقرأ. وأنا أؤمن بمقولة أن الكل يريد تغيير العالم، لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. لذا قررت أن أبدأ بنفسي أولا وأغيرها، ولما لا نغير أنفسنا جميعا من أجل حياة أفضل. أتمنى أن تتابعوا قناتي وتفيدوني بنصائحكم ونستفيد من بعضنا البعض، وأتمنى أن أكون خفيفة الظل عليكم، وشكرا على المتابعة. عدت إليكم من جديد. مهم كنتمنى تكون عجبتكم الفكرة ديال القنوات المبتدئة اللي غنبقى ندعمها إن شاء الله. واحد دي فيديو بحال هكا، أنا إن شاء الله تخليوا لي الفيديو تخليوا لي القنوات ديالكم في الانستغرام اللي هو بدراوي تيلي بالويت، وانا غنبقى نطلع وندير السحب من تماكيناتي. عندهم تقريبا كل فيديو غنحطو دابا انا ندعم فيه شي اخت ولا اخ، ماشي غير بالضروري بنت، انا كنهضر بالضروري اما بنت ولا ولد، لان القناه ديالي متنوعه وكتشمل البنات والدراري، ماشي غير الدراري وماشي غير البنات. دونك على بركه الله الوصفه ديال اليوم شنو هي الوصفه ديال اليوم؟ كما تشوفوا في العنوان بصح بالنيه وصفه وصفه العمر، ما غاديش تندمي وما غاديش وغادي تصدمي بالنتائج ديالها ان شاء الله يا ربي. حنا مقبلين على الزواج، مقبلين على الافراح، مقبلين على المسرات، مقبلين على شي حاجه زوينه، بالاخص العروسات ديال هاد ان شاء الله هاد العام اللي هو 2020. الله يكمل لنا بالصحه والسلامه وطول العمر ويهزنا لنا هاد الوباء ان شاء الله يا ربي. بغيت نقول لكم
الوصفه اللي فريمون تكون زوينه 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 بزاف بزاف، ما فيهاش شي حاجه كثيره. يلا تفرجوا الله فيديو التالي وخليو كومونتير وخليو لايك وخليو بارطاج. اوكي كما قلت لكم البنات شي حاجه اللي نستافدوا منها بزاف ان شاء الله يا ربي، وكلها فيتامينات وكلها مقويات. ناخذ ورقه وستيلو باش نقيدوا الوصفه المكونات ديالها. يلا نحسبوا حد 10 ونهزوا ونقول لكم نخلي هذا الفيديو دوك والله ما نقطعوا، ولا كان مونتي الفيديو ما نقطعوش باش تشوفوا المعاناه شحال كنعانيو وشحال كنقادوا باش نصوروا لكم ونعطيكم واحد لي فيديو زوينين ومحترمين ونعجبوكم فيهم ونقادوا ونصوبوا هذه. وفي التالي تقول لك وحده تطري بزاف، كتحركي يديك كتفعلي كتركي حشومه هاد الانتقادات اللي كانت ننتقد بهم عباد الله. مرحبا انا يا مع انتقاد انتقاد البناء اللي يرشدني اللي كنت خطا في شي حاجه يقولوا لي صحيها، ولكن مش نبقاو نعايروا في داك البنت ولا في داك الاسره ديالها، حشومه وعيب وعار علينا. دونك هذا ماشي فيديو ديالنا، خليه هذا فيديو واحد اخر ان شاء الله نهضر فيه باذن الله. دابا البنات والدراري ناخذوا هذه الوصفه هذه كيفاش نخدموها. اول حاجه البنات ناخذوا كما قلت لكم عطيتكم المواصفات الوصفه، عطيتكم المكونات ديالها. المكونات ديالها اول حاجه اللي هو السمسم، اول حاجه السمسم، ثاني حاجه اللي هو الحمص ولا الحمص كيما بغيتي تقوليها اختي، ثالث حاجه اللي هو اللان. الا شي حاجه زوينه انا كنكون مكونات غادي نشرح لكم كل حاجه ديالها. رابع حاجه اللي هي الصوجا، اربعه المكونات. المكون الاول اللي هو السمسم الججلان كنقيوه ونحمروه ونطحنوه. ثاني حاجه عفوا ثاني حاجه الحمص حتى هو كنطحنوه وكان هو اصلا من القيمه فيه حتى شي حاجه، لان البنات خذوه من عند السيد اللي كيبيع زريعه كاوكاو كيكون محمر نقاد غير كطحنيه وصافي. الا كناخذو من عند العشاب كنقيوه كندوزوه في واحد النقيله وكنطحنوه. الصوجا كذلك خديها من مول السيد اللي كيبيع حمص وزريعه كاوكاو، ولا خديها خضره ونقيها وحمريها وطحنيها. دونك هاد المكونات ربعه بيهم الصوجا السمسم اول حاجه والحمص والان والصوجا، فريمون بالنسبه للمناطق الانثويه رائعين رائعين رائعين، كالصدر مؤخره الحنيكات كيعمروا. شوف كيفاش كيوليو كيعمروا فريمون كيوليو زوينين بزاف. دونك المناطق الانثويه بصفه عامه باش نجيو نيشان كيزيدوا في الوزن كذلك، ماشي غير المناطق الانثويه كيزيدوا في الوزن، كيزيدوا في الوزن مع احترام المعايير، ما كيخرجوش الكريشه بصفه نهائيه، ما كتشوفيش الكريشه كاع خارجه، كتقدي لاطاي ديالك لوكور ديالك كامل الكريشه كتقبلها مع العمره. يلا يلا كنخدمها انا، يا خرجت لي شي شويه. دونك انا خرجت لي الكلاس في الخدمه بزاف، عندي الخدمه ديالي ولات كنجلس بزاف، دونك ماشي مشكل ان شاء الله اترجع كما كانت باذن الله وبع المبادره والصحه، وكنجرب داك الصنطه اللي قلت لكم ان شاء الله يا ربي يعطي واحد النتيجه اللي فريمون زوينه بزاف. كناخذوا هاد المكونات كاملين ثلاثه بهم كنزيدوا عليهم، كيبقى اختياري هاد المكون الخامس معلقه د زيت بلديه اللي هو زيت العود، ولا ما نزيدوهاش دونك ما عندناش مشكل، معلقه ديال زيت البلديه اللي هي زيت العود ما نزيدوهاش. أتقولي باش نجمعو هادشي، هادشي هدا البنات أنجمعوه هو المكون الخامس، إما العسل إما الشوكولا، وأنا كنفضل إما كنشمتك العسل الحرة ديري الشوكولا من الأحسن، كتخلطيها بالشوكولا سائلة كنجمعوها وكنحطوها فواحد البوطة كلها قبل الماكلة بنص ساعة، قبل الماكلة بنص ساعة واحد المعلقة وديريها فمك في الغدا في العشا في الفطور في الفطور في الغدا في العشا ثلاث مرات في النهار، كوني اكيده كوني اكيده اجيك يا سلام عطيتك النتيجه في ظرف وقت وجيز ان شاء الله يا ربي. كنشرح لكم مزيان لان بزاف الاخوات كيبقاو يسولوني في الكومونتير شي اسئله ديجا انا كنقول انا كنكون قايلها في لا فيديو، بقاو تفرجوا في لا فيديو التالي
باش تعرفوا شنو كنهضر وشنو كنقول. اوكي البنات، هذه هي الوصفه بصفه عامه ان شاء الله يا ربي، ما تكلفكمش دراهم بزاف، ما تكلفكمش وقت بزاف فين توجد، وما تكلفكمش ما تكلفكمش وقت باش نعطيكم النتيجه بحال هكا ان شاء الله يا ربي، ويعجبكم راسكم وتكونوا راضيين ان شاء الله وداك الشيء اللي بغيتوه. اهل البنات ما تنساوش، يلا تفرجوا لا فيديو تاع التالي كما قلت لكم، واخا جينا تالتالي حنايا تفرجوا لا فيديو كامل باش نعطيكم النتيجه وتعرفوا شنو قلت فيه. يلا باي باي عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله، وان شاء الله انا نخلي لكم الانستغرام باش خليوا لي القنوات ديالكم باش ان شاء الله اكون دعم وحده ورا وحده ان شاء الله. كنموت عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله ما زابيوش.